بسم الله. وعن قصة جرى كتابك أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة والشيخ حافظ بن أحمد الحكمي وألفي وسؤاله جوابها ها عقيدة كساب صنع وحن مرينا سؤال شي اللبا إيا كنتونات شيخ سؤال شنبو سويدية ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة أسماء ذا ونعكسين الأولية هاي مقعي ذا ونعكسين الأولية هاي دليل كود ومحوية هاي أو كتابك قرانك أكو جرى إيا حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم جوابتي وحي نقطي قال الله عز وجل ألا وحيري شرف بدناي ويناي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ألا وحاو سقنا ذي مقعي ووناكسن باو سقنا ذي إيه فادعوه بها أغيير وأغوع مركا كما قعابنا والغو فصيري إيه ويحا أتربتان كوي ديست والغو فصيري وذروا الذين يلحدون في أسمائه كانت تقع وكفق هذا كوى إلحاد ككو سمايا وقلوا عيا مقعي ذا ألا وحبيكو الدران وحنا واكنو خساميا أما تحريف بيكو سمايا ودوران المطنين بيكو تلمامان سيدان من كان مشركين تعالى الشيغي المنات وحاي ككينين بالير المنان اللات وعيك كينين بالير الله العزة وعيك كينين بالير مقع علي العزيز مارك ماشا سيد تحريفي يبدر كو سمايينو اي مكو مقع عابين وحان مطنين اما سي ان لو يلو اسما دي معاني ان الله اي رسول اني يغو مارت مراد كود اهين ومعنى ان لا تحريفي سيد كقار كود اي تحريفي ان اسما دي الله وقال سبحانه والله نوحو يري قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قل وحاد كتر أهذابا لي رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحال الشيقي إن يكون قال ذاهو مركي مقلين رسولك الله مارت مقعيدا اللي قال كوت شيقاية إن يرهدين الله كلي مارت عابدي وحسن لي يسون وحيابا بطبطن بو شيقاية وحاد كتر هذا ادعوا الله اللهم أركتي مقعاس كم مقعابة أو ادعو الرحمن أما مقعاس رحمن كم مقعابة أما بري الله أو يا الله لها أما بري رحمن أو يا رحمن لها وحاد بري يسامع وحال ربي واحدة سببتها مقعيدة اللي كل قدوة وذوى ناكسين مدول بوا ناكسين هاي معك صوت كبر ذان وألوى واحد أيما تدعو مثل اللي متكت كبر ذان الله فله الأسماء الحسنى بوليه هاي مركا ربيك لا دودوان او بضان ما اعظم برين ادوه هل ربي باري سيوه مسموه هو واحد مقعيده هبتاني لكن كلا مقعاب ايو او مقعيده له واميد كلي مركا مقعيده بضاني مارت مسمى بضان مكينا يان منت الماما يان وقال الله عز وجل على وحيري الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ألا هو حق لو عابد مجره اسغا موغي له الاسماء الحسنى الله وليه او سغنادي مغعو وناكسن با سغنادي وغيرها من الايات هي كواس لا سو شيغي كوان هينو ايدي الله كميدا يا دليل هو حق قرانك مغعيد الله دليل القران هدي لربو واياس لو سو شيغي ايدا كلبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك لنا وحوين إن لله 99 أسماء هل وحاء سغنا ذي أولي هاي سغال إيه سغاشا مقعب أولي حديث كبخاري مسلم باوريي رواية مارت بخاري لي وحاكو جرتا 100 إلا واحدة ولا سيئت كي وبقل هل دي من أحصاها دخل الجنة qofkii kooba wuxuu gala jannadu gala marka ninkii macaanideeda barta ee ku amal fala haduu raasiq arko ama razaaq arko risqigi allo ku kalsoonada haduu qafuur arko wuxuu rajeeyaa maarta dambi dhaaf buu rajeeyaa rahim haduu arko naxariis buu maaragtay allo ka fila ka fisha marka wa aqoon uu yeelanaya waan u maaragtay amal falna waa u jira anada qaar baa waxa ku fasireen sidii khataabi oo kale yani wuxuu ihtimaalaa xadiiskaani
wajiyaal kala duwan buu ixtimaalaha waxa ugu cadcad buu yidhi in maaragtay la tiriyo oo 99-kii uu qofku dhammaystiro ee qaar inuu ku kaaftoomo ma aha ee dhammaan 99-kii buu alle ku baryayaa oo alle maaragtay ku ammaanaya dhammaantood markaas wuxuu helayaa ajirkii maaragtay meeshan lagu ballan qaaday oo ah in jannadii la galo waxaa kaloo lagu fasiray ixsaaga itaaqa iyo awood baa lagu fasiray marka waxaa la leeyahay qofkii magacyadaas maaragtay xaqooda uu istaagi karo awooddaas leh iyo inuu waxa ay keensanayaan ku camal falo waa in macaanideedii maaragtay uu ku cibro qaata eh oo uu naftiisa ku maaragtay ku laazimiyo wixii keensanayeen waa sida dadkan sheegina razaaq hadduu uu arko risqigu uu ku kalsoonaadaa hadduu raxiim uu ku hadlo raxmad alluu rajeeyaa haddii ghafaar uu ku hadlo dembi dhaaf buu alle ka rajeeyaa wuxuuna og yahay khayrka iyo shartuba allah inay xaggiisa ka ahaadaan wax la wadaaga aanay jirin addaaru naaficu hadduu yidhaahdo sidoo kale wuxuu markaa ictiqaadiyaa arrinkaas uu ictiqaadiyaa oo dhibkin alluu ka magangalaa naafigina alluu ka rajeeyaa taas marka ka tusaale qaado wejka saddexaadu muxuu yahay waa qofkii caqli u yeesha oo fahma oo cilmi ahaan kooba duu xasaatin hadii la yidhaha carabtu waa qof caqli leh iyo aqoon baa laga wadaa marka daahirka xadiidku wuxuu leeyahay khataabi in maaragta magacyadu ay kuwan ku kooban yihiin baa xoogaa ka muuqanaysa haddii mafhuumul cadad wax la yidhahdo la qaato laakiin culimmadu uma badna in mafhuumul cadad ay qaataan laakiin xasrigu wuxuu ka imaanayaa un man axsaahaa dakhala aljanna qofkii kooba jannaduu galaa oo mudidii khabarkiisu waa halkaas marka 99-kan waxay la gaar yihiin fadiilo aanay magacyada kale alle aanay lahayn oo haddii la kooba in janna la gidaay ah jumhuurku saas uu badayin imaam nawowi isagu wuxuu leeyahay nawowi wuxuu leeyahay xadiidkan kuma jiro in lagu koobayo magacyada alle 99 oo 99-kaas waxaan ahayn male alle in la leeyahay maaha waxaana taa ku tusinaaya xadiidkii imaam axmed uu weriyey oo ibnu xibaanna uu tasxiixiyey oo ibnu mascuud laga weriyo marfuuca ahaa as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fii kitaabika aw callamtahu axada min khalqika aw istaatharta bihi fii cilmi lgaybi cindaka saasaa xadiidka ku jirta sida maaragtay hadda kitaabka noogu imaan doonta waaba kan hadda ku xigaba xadiidkan marka waxaan umalaynaa haddii aan laqbayno uma baahninba inaan maaragtay aan maaragtay ku noqono warkii nawowi hadda ku dhex jiraa moogta wuxuu ku leeyahay kaasi wuxuu ku tusinayaa inuu alla uu leeyahay magacyo aanay maaragtay aan qofna garanaynin uu isagu la gaar noqday addoommada qaarkoodna magacyada qaarkood buu baray laakiin waxaa dhici karta buu leeyahay inay 99 ka mid yihiin ixsaagaas marka wuxuu leeyahay sancaani saaxib yuusuf asalaam wuxuu leeyahay waxaa maaragtay macnihiis uu yahay waa in la xifdiyo kaasaana daahira buu ku leeyahy sababto riwaayadku ayagaa isfasiraaya riwaayad oo xifdiga sheegaysaa jirta wuxuu leeyahay haddii aad tiraahdo su-aal weydiiso aad tiraahdo see maaragtay arrintu ku dhammaystirmaysaa in la yidhaahdo xifdi laga wado sida culimmo badan ay qabaan oo muxaqiqiina koox muxaqiqiin ay qabaan iyadoo cadadkii yacnii asmaadana xadiid saxiix aanu ku soo aroorin ilaa xadiidka tirmidi ee asmaada alle sheegaya xadiidkaas waa daciif isagu layskuma khilaafsana inuu daciif yahay oo ibnu xajar wuxuu leeyahay waa mudraj nin uun ruwaadi ka mid a yaa ku dhex darayo macnaha magacyadan maaragtay sheegay isdaba tixan ee 99-ka ee tirmidiga ku jira marka wuxuu ku jawaabay marka waxaa dhici karta buu ku leeyahay in macnaha laga wado qofkii xifdiya waxa la wixii qur-aanka ku soo arooray ama xadiidkii saxiixaha ku soo arooray 99 haba ka bataane qofkaasi 99-ka waa uu xafiday ilee waxay uun maaragtay waxaas tirada badan 99-kii uun qayb ka mid ay noqonayaan 99-kii waa uun qayb ka mid ay noqonayaanoo 99-kii baan ku dhaafaynin waay marka asmaadii ka raadi kitaabkii iyo sunnadii xifdina 99-kii waad wada helaysaa waay marka macnuhu oo ku dhaafi maayaan wahuwa fi saxiix xadiidkaas marka waa xadiid maaragta saxiixa oo macnaha bukhaari muslim baaba wariyey yani saxiixayn in la yidhaha sii fiican leed waqaala sal sl rasuulka alle wuxuu yidhi as'aluka allaahumma rabbi waxaan ku weydiisanayaa waa xadiidka daatay nawowi uu soo qaadanayay waxaan allo ku weydiisanayaa
أن قوتي سنة يا معك استوى كتوا وصلا معي إذا لو كتوا وصلا سوف يجد بكل اسم هو لك معك استوى الله هذا كوسق نادي وسميت به نفسك نفتح أتكون معك عاوضي ذات ذادي أو أنزلته في كتابك أما الكتب تادي جزء دجسة كتاب كذا لكم هو القرآن كلي لكم هو إيه جنسي كتب تالك هو وحلو حلو كتاب سود جيوا أو علمته أحدا من خلقك أما أدبرتي قف خلقي هذه كم إذا أم بيدي أنا أبوه رئيس أو استأثرت به أما لك كل النقطة في علم الغيب علم الغيب عندك هذه أكتر أتقول كل النقطة يو أنقف كل أوجين وحن قال له كويدي سنة يا مفعول به كبر كوا كناها مارت مصدر كميشن لقى قادنا يا مفعول بيئة أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي يعني جعل القرآن العظيم ربيع قلبي إن أتكلمتو قرآن كي وينا قلبي جيجا جوجيسا جوجو مركب حالة إيراسو ما ردوا أمدن وأمدن أود حيسا معناه جيلال كي حقاقة أنت أود حيسا ليرادا حل قود حيا يا ليرادا وأنا حل روبات مركا راحة قلبي جيجا كدي قوي معناه مع تحياتي إخوان لا مركز هو برواق عجرتا يروب عجرة مركب قرآن قعد كدكتا مد مارت قلبي جيجا وكل راحة يستو وكفى يستو الحديث مركب حديث كسي آخر بكله وياي سؤاشة سدحي كونتنات ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن محوية تسالها ما يعيض الله ووناكسا يا قرآن ككجرة يعني أول دليل بل لقها الله وكتاب كي السنة معناها أدي الذي إن معرت ما يعيض ووناكسا لولي يا كتسين هاي نوشيك بي هدواتي لبي كونتنات وانصار دمين تنوان محي تسالوين بقى الأربع وحق قرآن كمارتي او مغعيد الله جواب تمرك وحيته ومثل قوله تعالى لقول كسو يريو كره ان الله قال كان وحواد عليا كبيرا مد مارك تسري او وين وحول بالله وكوين كبرياك علنا وشرفت الله بالله قوضا ان الله قال كان وحواد لطيفا خبيرا مثل علم كسو حيال ديري هاي او حول بباطن كودوك انه قال كان وحواد عليما قديرا علم يسوع حال داري هاي وهو يسوع بدنت هاي إن الله ألا كان وحال سميعا بصيرا من مقل كيسو وحال داري هاي أرق يسونا وحال داري هاي وهو الباركة إن الله ألا كان وحال عزيزا مد مارك تيحوك بدن بو هذا غالبا حكيما فلسا إن الله ألا كان وحال غفورا مد مارك تدن بيقى أسطورا رحيما نحريس بدن إنه ألا بهما يقى رؤوف مدون وطرد بدن واي رحيما نحريس بدن والله ألا غالي وامد دقتون وخلقي سكد دقتون حالي منذ القات بدن إنه قال حميد وامد لما هذيو مجيد ومارك تيهاد شرف بدن إن ربي ربي جاي على كل شيء حفيظ وحو البواكي إلى ليا إن ربي ربي جاي قريب مجيب وامد لو أجيب الدعوة يدعى إن الله اللي كان وحاد عليكم رقيبا إلى ليا أيود شينا هذي وكفى بالله ألا كفلا وكيلا كلا وكيشو يوح دبرت كفلا وكفى بالله ألا كفلا حسيبا مد مارك تحفظية أماشا دوماديسة أوكو حسابية وكان الله ألا وحوا هذي على كل شيء مقيتا وحوا ألا وحوا هذي مدكي إلى ليا أودنا أوله أو مارك شاهد حفظينا أنه على كل شيء شهيد وحكوا رئيس أول منك في ربك ربك مو أنا في الليل معناها الدليل أقول في الليل إن قرآنك حق يا هاي وكل منه ما رت روش يا جايو علم مرق أهانتي ذا مرق أهانتي سا ينوا الله وحول بمارتي وإن أركا يو مو أنا كوف في الليل وحول بأوجي هاي أو كوف في الانتهي إنه ولا بكل شيء وحول بمحيط وكي كوبا وقال تعالى له وحير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ألا وامدكي هريو أول كاها وكي دنبيي أو وحك دنبيي آن يجيرين والظاهر وكي سريي والباطن وكي دو وهو بكل شيء عليم وهو البنا ألا هو علم بدن يهي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى لبداس آيضات هذا كوربان سوف فسرني حقا لو نكون كرا وغيره من الآيات وبالله التوفيق.